لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الدعاء الذي يستحب أن يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان في مولد سيد الشهداء هو مروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الذي أوله: اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم، إلى أن يقول الدعاء واصفا الحسين قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة. إنها رجعته الأولى، كرته الأولى، حيث يتحقق فيها الثأر الحسيني في مرحلته الثانية. المرحلة الأولى للثأر الحسيني تتحقق في العصر القائمي الأول على يد الحجة بن الحسن. المرحلة الثانية تتحقق على يد الحسين في رجعته الأولى، في كرته الأولى التي يتحدث الدعاء عنها هنا. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة، متى؟ يوم الكرة، المعوض من قتله. أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته. هذه الأوبة التي تكون في زمان الدولة العلوية الكبرى وتستمر إلى آخر وقتها، وتتصل بزمان الدولة المحمدية العظمى. مر علينا في حلقة يوم أمس من أن للحسين أوبتين، الأوبة الأولى هي هذه، والأوبة الثانية بعد انتهاء عصر الرجعة العظيمة، إنها القيامة الحسينية. الأوبة هذه هي الأولى، والكرة هذه هي الأولى. فللحسين أكثر من كرة، وللحسين أكثر من أوبة. الدعاء يتحدث عن الكرة الأولى وعن الأوبة الأولى. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله، أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، حتى يدرك الأوتار كل الأوصياء. متى سيكون هذا؟ في زمان الدولة العلوية أولا، وفي زمان الدولة المحمدية ثانيا، فإنهم سيكونون الوزراء. ليس هناك من حرب في زمان الدولة المحمدية العظمى، ولكن في زمان الدولة العلوية الكبرى هناك حرب، والذين يديرون هذه الحرب هم يقودون هذه الحرب.
والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الأوتار. إنها إشارة إلى الوتر الموتور، حتى يدركوا الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار. من هو الجبار هنا؟ الجبار هنا محمد صلى الله عليه وآله. الجبار هنا محمد، مثلما المنتصر في الرجعة الحسين، والسفاح أمير المؤمنين، الجبار محمد. هذا ما هو باختراع من عندي، الروايات هكذا تقول. فإن الجبار هو الذي سيقتل إبليس في الوقت المعلوم في أواخر عصر الدولة العلوية الكبرى. والجبار الذي يقتل إبليس ويطعنه بحربته، يقتل إبليس بحربة الجبار. الجبار في أحاديث الرجعة محمد، مثلما أخبرونا أن المنتصر هو الحسين وأن السفاح هو علي، أخبرونا أن الجبار هو محمد صلى الله عليه وآله. حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار صلى الله عليهم، مع اختلاف الليل والنهار يكونون خير أنصار. لمن؟ لعلي في زمان الدولة العلوية، ولمحمد في زمان الدولة المحمدية. ماذا يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف في الخطبة 54 بعد 100؟ أمير المؤمنين يتحدث عن آل محمد، فماذا يقول؟ يقول: نحن الشعار والأصحاب. أصحاب من؟ أصحاب محمد. والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من غير أبوابها سمي سارقا. فيهم، في آل محمد، كرائم القرآن، وهم كنوز الرحمن. هو الذي يقول: نحن الشعار والأصحاب والخزنة والأبواب. الشعار الملابس الداخلية الملتصقة بالجسد، والإمام هنا يشير إلى التصاقهم بمحمد صلى الله عليه وآله، فهم الشعار وهم الأصحاب وهم الخزنة وهم الأبواب. المضامين هي هي، منطقهم واحد، كلامهم واحد. ألا لعنة 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 على منهج حوزة النجف. هذه الأحاديث كلها ضعيفة بحسب خذارات أولئك السباريت. سباريت يعني سرابيت، صاحب الأمر وصفهم بالسباريت. إنهم السباريت من الإيمان، هكذا وصفهم صاحب الأمر في رسالته الثانية إلى الشيخ المفيد. أعود إلى دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان.
دققوا النظر فيه، فإن الدعاء يشير إلى قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه. دققوا معي. قتيل العبرة، هذا القتل الأول، وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، كرته الأولى التي تبدأ بداياتها في نهايات العصر القائمي الأول. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. هذه الأوبة بعد القتل الثاني، وبعد مرحلة الثأر الحسيني في زمان الدولة العلوية، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار. من هم؟ الأئمة. الأئمة بحسب الروايات فإنهم يثأرون للقتل الثاني، بحسب الروايات، لأن المرحلة الأولى للثأر الحسيني تتحقق على يد الحجة بن الحسن في العصر القائمي الأول، والمرحلة الثانية من الثأر الحسيني تتحقق على يد الحسين في كرته الأولى بعد العصر القائمي الأول مباشرة، والمرحلة الثالثة للثأر الحسيني تتحقق على يد السفاح بعد قتل المنتصر، قبل الشروع في الدولة العلوية الكبرى. في الدولة العلوية الكبرى، وحيث تبدأ أوبة الحسين الأولى وتبدأ أوبة الأئمة، يتحقق الثأر الحسيني في المرحلة الرابعة بعد القتل الثاني بيد الأئمة في أوبتهم. هكذا هي الروايات التي بين أيدينا، إذا أردنا أن نجمعها وأن نرتبها وأن نقارن فيما بينها، وهذا الذي ينسجم مع مضمون هذا الدعاء بشكل واضح. فهناك حديث عن كرة تتحقق فيها نصرة للحسين، قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة، هذه الكرة الأولى، إلى أن يقول الدعاء والفوز معه في أوبته. أوبته تكون بعد القتل الثاني في الدولة العلوية التي تبدأ بعد المرحلة الثالثة من الثأر الحسيني بيد السفاح، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدرك الأوتار. هذه أوتار الوتر الموتور، هذه أوتار الموتور بعد القتل الثاني حتى يدرك الأوتار.
ويثأر الثار ويرضو الجبار، يرضو رسول الله. الجبار هنا محمد صلى الله عليه وآله. سأقرأ عليكم الأحاديث والروايات حينما نصل إلى هذه النقطة، ويكون خير أنصار لمن؟ لعلي في دولته ولمحمد في دولته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل.